مساء الخير واهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم مش بالكلام. خلينا نقول ان مكان حلقتنا النهارده مختلف. احنا النهارده بنشاهد وبنشارك في تدشين مبادره كل امراه وكل طفل من حقهم انهم يتعالجوا من الحروب. المبادره دي مبادره انسانيه اجتماعيه، المبادره دي بتتبناها وبتدشنها شركه عالميه كلنا عارفينها وكلنا بنمارس او بنستخدم منتجها في بيوتنا في مستشفيات. ما فيش حد اتلسع او اتحرق ما يعرفش ميبو. خلينا نقول ان ميبو بيمثلها في مصر شركة جولفار الاماراتية، والنهاردة جولفار مصر بتتبنى وبتشارك وبتبادر مع ميبو الصينية في تدشين مبادرة كل امرأة وكل طفل في مصر. خلينا نرحب بالبطل المسؤول الاول عن جولفار مصر واللي موجود النهارده معانا في حلقتنا، الدكتور مجدي الساعاتي. اهلا بيك معانا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. كل طفل وكل امراه مبادره لشركه ميبو الصينيه العالميه، الشركه اللي مشهوره في مجال الحروق. بس خلينا نقول بدايه، هم ليه اختاروا مصر؟ وهل ده معناه ان احنا عندنا عدد محروقين كتير؟ طبعا اختيار مصر لان في علاقات اولا استراتيجيه عميقه ما بين الحكومة الصينية والحكومة المصرية، وفي توجه لزيادة العلاقة ما بين الحكومتين. الحاجة الثانية، شركة ميبو الصينية يمكن أكبر بلد مستهلك لمنتجها في الشرق الأوسط هو جمهورية مصر العربية، لأن فعلا زي ما حضرتك قلتي في سؤالك عدد كبير جدا من حالات الحروق موجودة في مصر بالمقارنة بمنطقة الشرق الأوسط. ففعلا اكثر مبيعات لمنتجات الشركه هي في جمهوريه مصر العربيه، لذلك اختارت مصر كسوق استراتيجي لدعم السوق وتنفيذ المبادره في السوق المصري. بس دايما دكتور يعني مقوله ممكن تكون مش طبيه لكن بيستخدمها الخبراء في هذا المجال، ان كل ما زاد عدد استهلاك الدواء، زي فكره كنا بنناقشها مع حضرتك قبل كده، هي فكره ان اي حد يجي له برد فعلى طول يروح يجيب اوجمانتين، النهارده اي حد بيتلسع بيجيب ميبو. فهل ده معناه ان شهره المنتج بتخلينا نستخدمه بشكل كبير وممكن يكون ده بشكل خاطئ نتيجه ان هو مسيطر ومستحوذ على السوق؟ لا طبعا، الموضوع ده ما ينفعش قياسه على منتج ميبو، لان هو بيستخدم في علاج الحروق، مش منتج للصداع او لحرقه المعده او كده، لا ده منتج للحروق، يعني مش هيجيبه شخص الا اذا كان فعلا بيعاني من حروق او عنده قرح، لانه كمان منتج من المنتجات الشهيره جدا في علاج قرح الفراش وقرح القدم السكري. فحالاته كلها على فكره 90% من مبيعات الميبو في مصر هو عن طريق البريسكريبشن، عن طريق الروشتات، ولكن من ازدياد عدد الروشتات بدا يبقى المنتج مشهور جدا على جانب المستهلكين. فعشان كده انا اعتقد ما فيش بيت في مصر ما بيخلاش من منتج ميبو، فده لثقه الناس فيه ونتائجه المشهوره والاكيده معاهم في خلال ال 20 سنه اللي فاتوا. يعني يمكن تكون ألام الحروق من أصعب الألام اللي ممكن المريض يعاني منها، والألام اللي بتخفف بصعوبة وبتحتاج إلى وقت كبير علشان تعالج. معرفش حضرتك متفق معايا ولا لأ في هذه الأقاويل، لكن خلينا نقول إن الجديد دايماً بيخفف من ألام المريض. فهل في منتجات أخرى وصلت للسوق المصري أو ميبو بتتبنى منتجات مختلفة لتخفيف هذه الألام بشكل سريع؟ الميبو كبروتوكول علاج بيقدر يغطي الحروق، بيعالج الحروق ويقلل نسب الندبات بشكل كبير جدا، وبيقلل الألام المصاحبة للحروق. في نفس الوقت شركة ميبو الصينية بالتعاون مع شركة جولفار احنا بنشتغل مع بعض على تطوير منتج جديد اسمه ميبو أدفانس. ان شاء الله ده هيبقى نقله كبيره جدا في علاج الحروق برضه، واحنا بنشتغل دلوقتي على تطويره وتسجيله في الامارات، وبعد كده ان شاء الله هنسجله في جمهوريه مصر العربيه. طيب لو بنقول ان في شق من شقي المرض هو الام الحروق، بالتاكيد كمان الشق الاخر بيبقى المظهر للمواطن او الشخص او المريض اللي تعرض الى هذه الحادثه الاليمه وهو الحرق. بيكون المظهر الخارجي اللي بيترك بعد علاج الحروق شيء مؤلم آخر لنفسية المريض. هل في جزء آخر أو مبادرة أخرى فيها أن أنا إزاي يكون في نوع من أنواع التجميل في المعالجة؟ تمام. طبعا هو منتج ميبو يمكن سبب شهرته العالمية مش بس في مصر، في منطقة الشرق الأوسط كلها وفي الصين وفي بلاد أخرى، هو أنه بيقلل نسب الندبات
المصاحبة للحروق بشكل كبير جدا، لكن بيعالج الحروق وفي نفس الوقت بيقلل الندبات. ده بالنسبة للميبو. شركة ميبو الصينية طورت مستحضر تاني اسمه ميبو سكار. سكار اللي هو الندبات، ميبو لعلاج الندبات. ده مسجل في الإمارات وفي الصين وموجود عالميا، وإن شاء الله احنا سجلناه في مصر وهيبدأ أن نطرحه في السوق في سنة 2019. وده هيستخدم بعد الميبو، بعد استخدام الميبو والتئام الجرح أو الحرق تماما، يبدأ ده يستخدم بعد كده عشان يقلل ويحسن شكل الندبات بعد التئام الحرق. يمكن المبادرة النهاردة كان فيها عدد كبير من أساتذة طب التجميل وجراحات الحروق كانوا موجودين معاكم النهاردة بيدشنوا المبادرة، لكن كان في محاور كتير للكلام عن أن مريض الحروق لا يتم الاهتمام به من وبشكل خاص التبرعات أو المبادرات اللي هدفها تخفيف ألام المريض. لماذا مريض الحروق ليس في دائرة الأضواء ولا يدعمه اللي بيحبه زي ما بنقول العمل الخيري أو المبادرات الاجتماعية أو حتى التضامن مع هذا المريض في الدعم أو تبرع؟ طبعا المؤتمر النهاردة كان فيه فعلا زي ما حضرتك قلتي أكبر أساتذة جراحة التجميل في مصر، كنت سعيد بوجودهم كلهم، وكلهم ألقوا محاضرات أشادوا فيها بنتائج المنتج الميبو في علاج الحروق في مصر. السبب الأساسي وراء عدم الاهتمام الإعلامي بمرضى الحروق هو الميل للشكل العاطفي، يعني الناس بتميل أكتر ناحية مرضى السرطان، ناحية مرضى الكبدي، التهاب الكبدي الوبائي، على أساس أن دي أمراض صعبة محتاجة دعم مالي وعلاج طويل مكلف. أنا عايز أقول إن مرضى الحريق أو مصاب الحرائق عندهم نفس المشكلة، الناس دي بتعاني من ندبات ممكن تعيش معهم طول العمر، ممكن تشوهات تأثر على حياته ونفسيته طول العمر، فدول زي ما مريض السرطان ومريض التهاب الكبدي الوبائي محتاج دعم إعلامي ودعم من الدولة، برضو مرضى الحروق محتاجين الدعم ده، لأن دول مرضى ممكن بيحصل معهم تشوهات مزمنة تعيش معهم طول الحياة، وهم فعلا برضو محتاجين نفس الدعم ده. هل نقدر نقول أن البداية هتبقى من شركة جولفار وأن حضرتك ممكن تتبنى مبادرات أخرى، وخاصة أن حضرتك من أكبر الوكلاء لشركة ميبو في الشرق الأوسط وتقريبا الوكيل الوحيد في مصر؟ طبعا احنا من مبادرة كل امرأة وكل طفل احنا يعني تعاوننا مع شركة ميبو الصينية في اختيار اربع مراكز حروق يعتبروا الاكبر في جمهورية مصر العربية حاليا، اتنين تابعين لجامعة الازهر وواحدة تابعة لطب القصر الهيني وواحدة في مستشفى احمد ماهر التعليمي، دول بيعتبروا كبداية لدعم وحدات الحروق في مصر. ان شاء الله في المرحلة الجاية هنبدأ نطلع للاقاليم زي المنصورة وزي اسيوط وزي اسكندرية علشان نغطي معظم وحدات الحروق في مصر ونساهم بجزء بسيط في تخفيف الام والمعاناة النفسية لمرضى الحروق ومرضى التشوهات الناتجة عن الحروق. زي ما بنقول ان المظهر الخارجي للحروق او بعد معالجة الحريق دفعت ناس كتير ليلة طب التجميل، وتحول التجميل من معالجة مرض الى وسيلة او هلع عند كتير من المواطنين، خلاص ابتدى يبقى بيزنس. هل حضرتك شايف ان الحروق او طب التجميل في مصر تحول الى بيزنس وبيزنس كمان سري؟ لا طبعا الحروق ما تحولش الى بيزنس، لكن هو في جزء من طب التجميل هو اللي بيزنس، في عمليات اخرى ملاش اي علاقه خالص بالحروق. موضوع الحروق والتشوهات ده موضوع انساني، واساتذتنا في اساتذه الحروق والجروح كلهم انا اعتقد بشكل كبير والكبار منهم يعني مهتمين بالشكل الانساني، ويمكن كتير جدا بيعالجوا مرضى ببلاش، لكن الجزء اللي بيعتبر بيزنس فيه هو جزء خارج تماما عن اطار الحروق والجروح، ومصاب مني في موضوع التخسيس والشفط والكلام ده، لكن لسه دعم الاساتذه له موجود وما فيهوش اي نوع من انواع البيزنس. طيب اخيرا لو عايزين نسمع كلمه من حضرتك وتوجه رساله للمشاهدين ولمرضى الحروق بشكل خاص، خاصه وان حضرتك الوكيل الوحيد ل زي ما بنقول منتج ميبو المسيطر على الاسواق. طبعا هو ميبو مسيطر على الاسواق بالفاعليه بتاعته وبالنتائج واللي الناس شافتها على مدار ال20 سنه، انا عايز اقول لهم احنا معاكم،
حتى المرضى اللي مش قادرين يشتروا الميبو، احنا في المبادره دي هنتبرع بكميات كبيره جدا للمستشفيات الاربعه دول، وبعد كده المستشفيات الاخرى. فشركه جولفار وشركه ميبو العالميه ملكه العلامه التجاريه لميبو، ورا كل مريض حروق، ورا كل مريض تشوهات نتيجه عن حروق، وان شاء الله احنا موجودين معاكم في السوق المصري، ونتمنى الشفاء لكل مريض باذن الله. دكتور مجدي أنا بشكرك على وجودك معنا، وبشكرك على المبادرات وعلى رؤيتك اللي دايما بتقدمها لصناعة الدواء في مصر ودعمك ليها، وأنا عارفة المجهود اللي حضرتك بتقوم بيه علشان يبقى عندنا مصانع للدواء على أرض مصر. أنا اللي بشكر حضرتك وبشكر قناة المحور، ونتمنى إن شاء الله نشوفكم في لقاءات عديدة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.